متاخرش يا ابو سريع. ما تيجي معايا شو؟ لا يا عم انا ماليش في المعسل الحاف. هغمسولك يا جميل. طب والشاي؟ الشاي من عينيا يا شو. لا من جيبك يا حلو. حلوة. فين يا بلدينا؟ العباسية عند مسعود اخو مراتي مسعيدة. لوحدك؟ لا معايا مراتي مسعيدة اهي، ايدك معايا. بقول لك ايه؟ ايه؟ التوصيلة دي هناخد فيها 5 جنيه. بحالهم؟ لا متقطعين عشان وشك السمح. امال لو ما كانش سمح كنت هتاخد كام؟ اسره، ناوي تدفع قد ايه؟ هم 3 برايز مفيش غيرهم. 3 برايز؟ اه. دول تروح تركب بيهم المراجيح يا خفيف. مراجيح؟ ركبك عفرية. شفتي؟ عايز ياخد 5 جنيه بحال. ال5 جنيه دول اكل بيهم انا وانتي والغاليه شهر بحال. ادي مصر اللي انت عايزاها، نار مولعه نار. طب يلا هم شوف لنا تاكسي تاني، خلينا نروح لمسعود اخوي. انا مش هركب تاكسي. ايه امال هنروح ماشي؟ لا هركب الكافور بتاع الحكومه. طب وده هنعرفه ازاي؟ اللي سلميتوش. يلا يا ريت. يلا سريع عشان نلحق نوصل قبل زحمه الموظفين. ما تقلقش انا حاسس بعد الاستباحه الفل دي ان انا ممكن اطير طيران. تحب اطيرك؟ لا يا عم انا عايز ارجع لعيالي ساخ سليم. ارجع لعيالي ايه؟ ساخ سليم. او 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 يا نهار مش فايد. الله ايه في ايه تاني؟ يا نهار اسود بنوم الحاج. يا لهوي ايه يا شوقي في ايه؟ بتسود النهار ليه؟ 3 مجانين هربوا ابو سريع. بتقول ايه؟ يا وعيتي السودة ولا وتخرب بيتك وتشردت عيالك وانت على وش الدنيا يا شوقي. اعمل ايه بس يا رب؟ اعمل ايه يا ربي واروح فين؟ طريق يا شوقي انت هتولوا زي الولاية. هم اللي عايزنا نعمل ايه يا اخوي؟ يلا بينا ندور عليهم قبل ما يروحوا في 60 داهية وما نعرف لهمش طريق برة. يلا اجري. Thank you.
ما عرفتش حد فيهم ولا باين لهم اثر. والعمل دول عهده يا ناس، رحت في داهيه واتخرب بيتي. مبسوط يا حلو؟ جردنا ورا مزاجك وادي اللي نبدا. الله، انت هتلزقها فيا ولا ايه؟ انا ماليش دعوه يا عمنا، ما عادش ليه جنب وحدتك. وانت ناوي تخلع منها وتلزقها لي انا؟ مش انت اللي قلت لي تعالى معايا؟ وافرق بتيجي ليه؟ مالكش شخصيه؟ حلو قوي حلو قوي، اسهر بقى وبان على حقيقتك يا ابو سريع. بقول لك ايه، انا مش عايز جوان، وبصراحه بقى كل حي يتعلق من عرقوبه. ماشي، ابقى قول بقى الكلام ده حلو في الاسم. ليه ده؟ هو انت ناوي تبلغ؟ امال اطفش؟ طبعا هبلغ. عين العين، بس يا ترى فكرت في عيالك ومنين هيجيبوا مصروفهم وانت مشرف في السجن؟ سجن؟ لو هم هيسجنوني عشان ثلاث مجانين هربوا، امال هيدوك نشان؟ سيبتي السودة، اعمل ايه بس يا ربي؟ دول عهده ومتعلقين في رقبتي، ومحدش فيهم بيعرف يكسب تمن رغيف عيش حاف. يا جدع انت ربنا ما بينساش حد، ومحدش بيبات جعان. يلا بينا. على فين؟ نروح نشوف عيالك قبل ما تروح تبلغ. انت متسلط عليا يا جدع انت، كان مستخبي لي فين ده بس يا ربي؟ يا جدع الكلام ده لا هيحل ولا هيربط. امال عايز نعمل ايه؟ امسك سجاط واغني سلاموه؟ نشوف طريقه في الهباب اللي انت فيه ده ولا يعني السلام عليكم هندسه. عليكم السلام ورحمه الله. يا ترى طريقك فين باذن الله؟ هو حضرتك رايح فين ان شاء الله؟ العباسيه، اصل لازم اروح الشغل، الحق كشف الانصراف امضي فيه، والدنيا زحمت زي ما انت شايف، مش لاقي حاجه توصلني لاداره الكهرباء في العباسيه، التاكسيات ما بتوقفش. يعني اذا كانت العباسيه في سكتك اركب معاك. انت سامع يا شوقي؟ بيقول رايح العباسيه. ايوه يعني رايح العباسيه، ايه اعمل له ايه يعني؟ يا شوقي بيقول رايح العباسيه، الراجل رايح العباسيه. من غير ما تتخانقوا مع بعض، بقول لو كانت في سكتكم ممكن توصلني. ده حتى لو مش في طريقنا، احنا نوصلك مخصوص يا راجل يا سكر انت. الله يحفظك، انت طيب على فكره. ربنا يخليك، اتفضل. الله يسعدك، ده انت نقطه. الله يخليك. على فين يا وش النصايح؟ يا جدع عايز كنت ما تبوظش الدنيا، رزق وبعتولنا ربنا. ايوه يا اخي رزق، هو انا هركب معاك ببلاش؟ هو انا مش هدفع لك؟ انت مسرجي ليه يا اسمك ايه انت؟ يا جدع انت اعقل وافتح صندوق الزباله ده وافهم بقى. يلا اهدى بقى وافتح الصندوق ده واطلع. يلا قلت لي انت رايح فين؟ العباسيه. قلت لهم في البيت؟ ما هم عارفين. اركب، اركب بل عارفين بلا بتاعي. ماما ماما اكليني بقى انا جعان. خد يا حبيبي خد. ماما ماما اكليني بقى انا جعان. ما تاكليني بقى يا ماما. تكمول لما يشطح العالي في صدرك. شوف يا اخت الراجل طول وعرض داير يشحت. انا مش شحات، انا جعان. هناك فرق. فرق عليك رحمه يوم الخميس يا بعيد. ما تروح يا راجل شوف لك شغله ولا صنع، بدل ما انت داير كده تمد ايدك. احترمي ملفظي، انا مش مدد ايدي، انا مدد بقي. ها سيب السندوتش، سيب ثبت مفاصلك لندهلك العسكري. الزبون اللي راكب ده يبقى فاضل اتنين. ايه؟ هيكون اتنين جنيه، اتنين مجانين طبعا. ودول هنجيبهم منين؟ ما هو الشارع قدامك مليان، بس بره سور بسبتان. ايوه بس الحكايه مش محتاجه بسباسه، ما هو حاجه من الاثنين، يا تقول اه وتنزل بجلدك، يا تقول لا وتكلفنا زياره بعيش وحلاوه. ماشي، بس خلي بالك لازم واحد فيهم يكون لابس صعيد. يعني هما كانوا كاتبين لبسهم في الكشف. ابوس ايدك ابو سريع، انا في عرضك ما ضيعناش. الله يلعن ابو كيف واللي بيدمنوه يا اخي. بطل والولا وناد زي الولايه، وطل بالباب وناد. عباسيه واحد، اي عباسيه اللي جاي؟ عباسيه، عباسيه واحد اللي جاي. عباسيه بالراحه يا عم شويه، مالك في ايه؟ معلش سامحني، اصلا انا مستعجل شويه. بقول لك مستعجل. خلاص يا سيدي سيبه، الراجل مستعجل على رزقه. اتفضل يا استاذ، الكراسي كتير، خش اقعد جوه. اطلع. حلو حلو. ده انت اللي عسل. عباسية واحد اللي جاي. عباسية ابعد. بقولك ايه، شايف اللي انا شايفه؟ انا مش شايف حاجة خالص. ده يبقى عم قلب ونظر بقى. نادي نادي. انا ده اقول ايه تاني يعني؟ هتقول اطلال؟ قول اللي رايح العباسية. اللي رايح العباسية. عباسية واحد. عباسية واحد اللي جاي. عباسية. يلا يا مسعيني. يا موسى. ايه يا بلدينا، رايح فين؟ ده رايح يا جدعان. رايح فين انت وهي؟
انت مش عمال بعلوس حسة تقول عباسية واحد؟ ايوه انا قلت عباسية واحد مش عباسية واحدة. بس دي مش واحدة. امال دي مين؟ دي مرت مسعيد. يلا ركبها يا مسعيد ركب. يا عم اصبر شوية حلاها بقى خفيف. يا بلدينا العربية دي رجالي مش حريم. له الكفوري كمان فيه ذكر وانتهي. ايوه يا سيدي هم الستات دول مش امهاتنا واخواتنا ومراتاتنا؟ مظبوط. عشان ما يتبهدلوش عملنا لهم عربيه لوحدينا. مفروض بقى انت تساعدنا بقى في نجاح المشروع مش تتربس. ولا انت عايز حريمك يتبهدلوا؟ لا فاشر ده انا اساعدكم وكمان ادعي لكم. لكن الكفوري بتاع النسوين ده جاي منين؟ جاي ورانا على طول. اركب انت بس وخليها تستنى. بس انا خايف نتوه عن بعض. اصل دي اول مره نزور فيها مصر ام الدنيا. يبقى استناها في اخر الخط. ايه رايك يا مسعيد؟ انت لسه هتشاورها؟ يلا بينا يا شوقي. خلاص اركب انت وانا هستنى الكافوري بتاع النسوين. بس اوعى تطل من الشباك لحسن توقع. ما تخافيش خدي بقى انت معاك السبت والقفص دول وانا هخلي معايا السلبه بتاعت الغالي. ها مسعد مسعيد بقول لك ايه؟ انا هعرف كافوري النسوين ازاي؟ ايه يا حبيبي هي معضله. اسمعي يا ست انت، احنا مش بنقول عباسية واحد، هو هيقول عباسية واحدة. اسم الله عليك فهمت. حلو الكلام؟ حلو. اتكلنا على الله. اتكلنا على الله. وقف عندك. ايه يا عم في ايه؟ عاد اخد مننا اجرة كام يا عم؟ اي حاجة اللي تدفعه ماشي. ده اللي اوله شرط اخره نور. نص جنيه على النفر. انتوا الاثنين الحمد لله. يا سلام صحيح مصر ام الدنيا. والله عمار يا مصر. خلي بالك من نفسك يا مسعد. مسعد خلي بالك من نفسك يا اخويا. مسعد ايه ورايح استراليا؟ مع السلامة. اوعى تطلي من شباك لحسن توقع. طنطا طنطا واحد طنطا 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 واحد طنطا طنطا طنطا. اه طنطا واحد يا باشا. امال انا اتنين ما انا واحد. امال هي فين يا باشا؟ هي مين؟ شنطة حضرتك يا باشا؟ لا انا معيش شنط ولا حاجة. اه طاير يعني. طب ايه بالفلوس بقى يا باشا؟ 7 جنيه ونص. انا مش هموصل طنطا. لا هو النظام هنا كده دفع مقدما يا باشا. احنا بندفع ليه طول عمرنا يعني؟ يا باشا الدفع مقدما هنا يا باشا. مش يمكن يحصل حادثة ولا حاجة؟ طال الله ولا فالك يا باشا. يا ساتر يا رب. هو النظام هنا كده ولا كان عاجبك بقى والعجل كتير عند حضرتك. خلاص خلاص اتفضل. هات يا باشا. الله كان معايا محفظة مش الله 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 الله. بقول لك ايه بلاش نظام اللبش ده. الله لا يسيئك دي حصة شغل واطلع من دماغنا. ربنا يسهلك يا عم. يلا دور محفظتك بعيد يا عم بعيد عننا يا عم. يلا ربنا يسهلك مش تقصيرك. طنطا واحد طنطا. انا ما دخلتش عليه. انا هروح طنطا ازاي بس؟ واحد اسكندريه اسكندريه معيش ولا مليم. طب اعمل ايه؟ بنا هروح في القطر. اسكندريه واحد. لا بس يمكن البوليس يقفشني. من فضلك يا اسطى انا عاوز انزل في اقرب حته لوزاره الكهرباء. العربيه ما بتقفش الا في اخر الخط. معلش ارجوك تقف عاوز الحق اوصل عشان امضي في الساعه. ارتاح يا محترم قربنا نوصل. لا ما هو اصل مش قال لك ارتاح تبقى ترتاح تهدي. انا مش هرتاح الا لما انزل. ايه رايك بقى؟ سبحان الله في طبعك يا ست الافندي. ما تقعد وتستنصر معانا كده. خلي الراجل يعرف يسوق الكافوري. انت ايه اللي حاشرك؟ انت افوكاتو؟ لا انا مسعد. انت باين عليك متخلف. اقف يا اسطى بقول لك اقف لسني. ما تقعد بقى بلاش وجع دماغ. خلاص سيبه يا شوقي. يا ريس تاخدنا طنطا؟ ما الموقف قدامك. لا انا بس عاوز عربيه مخصوص. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. ايه رايك؟ ايوه بس يعني هرجع طنطا فاضي؟ ده انا احرق بنزين بشيء فلاني وهدوب 4 كاوتشات. ده كلام برضو؟ انا هديك اللي انت عايزه وزياده كمان. المشوار ده 150 جنيه كده. قلت ايه؟ قلت خلاص اطلع. الله هديلك اللي انت عايزه زياده. جاي لك جاي لك يا احمد. يا جدع بقى افتح لبقلك البوليس. بوليس ايه؟ امشي يلا بينا نمد الدكتور ونحل مسؤوليتنا. يلا بينا. والجدع اللي بيصرخ ده والجدع سيبك منه هيجيب لك البوليس وتروح مشربة ميه. يا
نجيب العواد سليمه يا رب. يا ابني انت هتندم. يلا بينا نبطل الدكتور قبل ما يمشي ونخلي مسؤوليتنا. انت يا جدع منك، انت يا راجل انت. ادخل. سلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور مضلنا هنا بالاستلام. هات يا اخويا كم عيان جبتهم يا جلاب المصايب؟ 7 يا دكتورة، بس فيهم 3 متهيجين على الاخر. ما هو ده اللي كان ناقصنا. هما فين دول؟ استنى خد استنى. هو راح فين؟ لسه الراجل مديهولي. مش برضك دي اخر الخط يا بلديني؟ لا وانت صادق، ده اخر الدنيا. الله، الحسبه كده 100 100. هو ده المكان الوحيد اللي مش هيقدر البوليس يدور عليك فيه يعاون يعاون. واطلع بعد كده براحتي، اصفي حساباتي مع كروشه وجمالات كده. 100 100 يعاون. عاو 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 عاو. اوعى كده قابط في صداغك. يا دي عبيط، الخابط احسن من الظابط. ما تسكت امال يا راجل يا مفكوك. مفكوك مفكوك الدرجه الثامنه، والناس درجات، ومرشح اخد التاسعه غيرين ليلى. واتمعرفش لك اهو لقيته. شفت يا دكتور؟ اهلا. الحمد لله، لسه في وقت الحق اوصل وامضي في الساعه. مين فيكم اللي هاخد الاجره؟ خد يا كمساري. كمساري؟ امال يعني الدكتور؟ شفت سيادتك، مش قلت لك دول مستويين على الاخر؟ خد يا كمساري الاجره وهات الباقي. اجره ايه وبقى ايه يا فندم انت؟ اجره التوصيله. توصيله ايه؟ يوه، ده انتوا عاوزين واحد قلبه سليم. انا مش فاضي. خد الاجره وهات الباقي. اقول لك خد الجنيه بحاله، حكيم انت باصص له من اول ما طلع من جيبي. خد. استنى عندك. سيبنا ورايح على فين يا فندم؟ انا مستعجل، عاوز الحق اوصل عشان امضي في الساعه قبل ما يشيلوها. ساعه؟ ساعه ايه ويشيلوها ايه؟ يا فندم هيشيلوها صدقني. اهلا 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 وسهلا كمان. ايه اهلا اهلا اهلا؟ هو احنا هنعرف بعض عشان اهلا ده حتى كتر السلام يقل المعرفه. يا عن اذنك يا اخويا. في ايه؟ اوعى حد يلمسني، اوعى حد يلمسني قسما بالله. اصوت والم امي. لا اله الا الله عليك. استنى استنى. اي اي دماغي دماغي دماغي. شيلوه شيلوه. في دم في دم ده ولا ايه؟ دماغي. استنى يا اهلا اهلا بيك يا بلحاج. الله هيوصل امتى؟ اللي هو مين؟ كافور النسوين. كايه؟ قصدك ايه يعني؟ الكافوري بتاع الحريم. ايوه اطلع. ايه ده يعني؟ معقولة راجل حلاق قد الدنيا زيك كده ما يعرفش الكافوري؟ يا متعلم يا بتاع البلاطي. الله العظيم عنده حق. الكافوري يا جدع. ايوه اطلع. ايه ده يعني؟ حلاق الستات يعني، بس الراجل بيقولها بلغويته. قصدك الكوافير يعني؟ لا يا مفكوك، الكافوري غير الكوافري. يا اخي الكافوري زي البتاع اللي جابنا انا هو ده. قصدك الميكروباص يعني؟ ايوه الميكروباص هو ده. ميكروباص؟ وايه اللي بوظه؟ والله اسمه الميكروباص. صباص بالسين. لغوه بلدنا كده. انت بلدكو تطلع ايه؟ سنيه ويه مركز ميديا الامح زكازيك شرقيه. يا صباح الكنافة الشعر. كنافة شعر وكافوري؟ كنافة شعر وكافوري؟ ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ احنا هنمشي من هنا على رجلنا. الحقيقة انا بنصحك نمشي على رجلنا بدل ما تتشال مرابعة. انا مش بتعتع من هول لما يجي كفور النسوي. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. خلاص يا شاويش خلاص، انا هفهمه كل حاجه.
يا جدع يلا بينا، ما احنا هنروح له. ايه يعني هو الكافوري جاي؟ اصل الكافوري يا ابني نوعين، كافوري رايح وكافوري جاي. كافوري رايح رايح، كافوري جاي، وكافور حبيبي رايح جاي. اشبط اشبط. توت توت تش تش توت توت تش تش. اوعى على دوشك واخد فلوسك. توت توت تش توت توت تش تش. اوعى على طصك واغسل وشك. توت توت تش تش توت توت تش تش توت توت تش تش توت توت تش. اهلا اهلا وسهلا. الكافور يا قال. انت يا كافوري يا كافوري يا بتاع عباسيه واحده. لا ده مليان رجاله على تومة عينه. ده بتاع عباسيه واحد، ان شاء الله هيجي بتاع عباسيه واحده. يا كافوري يا بتاع عباسيه واحده، انا مش عايده. انت رشته ولا ايه؟ هو ايه الحكايه؟ ما حدش عايز يوقف. يا ترى انت فين؟ يا ترى انت فين يا مسعد؟ درالك ايه يا اخويا؟ اللي معاه حاجة منكم يطلعها عشان نشيلها لكم. ليه سعادتك؟ هو حد كان اشتكى لسعادتك ان احنا تعبانين من الحاجات اللي احنا شايلينها؟ وبعدين في الميناء ده وجع القلب ده. الساعة 2 وعايز اروح. مستعجل على ايه؟ ما كلنا مروحين. وبعدين يا شوقي. لا ما تستعينش بشوقي، احنا تحت امرك. هنطلع لك كل الحاجات. يا زملاء المستقبل، يا مجنو، اللي معاه حاجه يطلعها ويديها للباشا عشان يشيلها لكم في الامانات. ايه دي؟ حاجات ايه يعني اللي نطلعها دي؟ يا ابني اي حاجه، فلوس، ذهب، بطاقه، عشان نشيلها لكم في الامانات. طب وتشيلوها لنا ليه؟ هو احنا هنقعد هنا كتير ولا هنمشي؟ لا بقول لكم ايه؟ انتوا هتطلعوا الحاجات بتاعتكم بالذوق ولا نطلعها بطريقتنا احنا؟ لا 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 بلاش طريقتكم، انا عن نفسي هطلع بالذوق. اتفضل يا عسل، المحفظه بتاعتي نظارة شمس، شيلهم انت في الامانات بالطريقه اللي تريحك. وانت؟ انا بقى مش هطلع حاجه. والله؟ ايوه. اسماعيل. ها؟ بقول لك ايه؟ هش يا فش، انت هتعمل لي فيها الفرس الدربان. بقول لك ايه؟ ما تعملش انت فيها سبع رجاله ببعض، انت بتهش فرخه، ده وحيد القرن داخل عليك. طلع. بطل يا مفكوك، انت مش هتطلع. الحقيني يا مسعادة، غطيني يا خلوها، نزلوني. هتطلع ولا مش هتطلع؟ هتطلع. طلعت روحك. نزله يا اسماعيل. قال خابط. بتعمل ايه يا جدع؟ اتحشم. مطلع الحاجات. جي جي. قول. المحفظة ايه؟ ودي عقد. عقد شقة؟ لا عقد عجلة بتسم الله على مقامك. بس دي بتاعت الغالي. اصلها غالي عليا قوي وقطع بيه. ما تخليه معايا احسن. ها؟ بلاش. وايه هاد اللي انت شايله ده؟ ايه الحبل اللي ريحته تقرف ده؟ ارميه بره. لا. كل الادي. ده بتاعت الغالي من ريحتها. يا ابني يا ابني في حد يشيل حبل؟ ده مش حبل، ده سلبه. يشيلها لك في الامانات. خليها معايا تونسني. ممنوع. طب وايه اللي مانع؟ الزهر مش هنروح في يومنا. يا عم مستعجل على ايه بس؟ ما كلنا مروحين وكل واحد فينا هيروح في ميعاده. خلصنا يا شوقي، ده باين عليه بينق عليا. اهو بس خلي بالك مني، اصلها بتاعت الغالي. اللي بعده. لو سمحت يا اخ. اتفضل يا عسل، انا هطلع كل اللي معايا اهو. سبعة مزغمش واربعة مدورين. بطاقتك. البطاقة؟ بتسأل على البطاقة؟ انا هحكي لك حكاية البطاقة. انا عملت البطاقة وكان عندي في السن 16 ترارارا، وتني في المدرسة لما بلغ سني 18 تيريتيتي. وانا في السن ده جالي خبر عمي، فرحت فيه انه مات، قتلوه، اصله كان بيكرهني. اديني القلة من وراك يا ادم، اديني القلة. قعدت 20 سنة عامل البطاقة.
محدش سألني ولا قال لي البطاقة فين. ودلوقتي يا مجرم يا خير جاي تسألني وتقول لي البطاقة فين؟ معليش بطاقة مزعتها. يا مثبت العقل والدين يا رب، معاك حاجة تانية؟ معايا. معاك ايه؟ معايا الستر. هتاخده مني وتفضح ستري؟ طب يا فالح انت وهو، مع السلامة. على فين؟ ايه وده سؤال وانت غبي ولا ايه؟ اكيد على الكفور بتاع النسوي. يا صباح الكنافة الشعر. ده كلام فارغ، ازاي ده يحصل يا شويش؟ حصل عشان بخت الاسود يا سعادة الباشا. انت بقى يا شويش؟ حاضر. ما انت بتبنيش. حاضر يا فندم. والراجل صاحب الموسيقى ده فين؟ راح يعمل محضر في اسم باب الشعرية. طب استناني بره لما اشوف هيعملوا معاه ايه. حاضر يا فندم. ما انت بتبنيش. حاضر يا فندم. ايه لا جاك قلع حباب عينيك، قلع حباب عينيك ومن جوه كمان. ايه يا بابا انت عسل على طول كده، انت فاكر ما ايه يا اخي؟ ما تبقاش حماقي كده. هو العمار. ايه العمار؟ حتى انت بتاع الكافوري يا اخي استهدى بالله كده. الراجل يقصد انك تقلع الطاقيه. طاقيه؟ طاقيه ايه يا ابو طاقيه؟ طب انا مش لابس طاقيه، قلع ايه؟ الباروكه الصلعه. اهي يمكن يقصد ناني. اهي خد يا اخينا بقى واستهدى بالله كده. وحياه ابوك تدرج لي بالمكنه، بلاش الموس اصل بيخلي قفايا حبه. كل واحد يقلع هدومه. ايه رايك؟ القفايا بيحبب من الموس. ده انت بتحلق بالشقرف بالفاس. عايزنا نقلع هدومنا، ما ترد يا متعلم. طب ونقلع الهدوم ليه؟ ايه هي؟ هو هتغسلوه؟ لا مش هيغسلوه، هيحموك يا متلمع. يحموني؟ ويحموني ليه؟ اذا كنت مستحمى انا والجاموسه ليله العيد الصغير. طب احسبها بقى وشوف اللي ليك واللي عليه. استحميت انت والجاموسه ليله العيد الصغير، يبقى ليك في ذمتهم حميتين، حمايه عاشوره وحمايه العيد الكبير. طب والحل؟ هنعزك انت. انا مش عايز غيرك انت هو. خد اقلع من الكنوف. امسك. خلاص بقى اقلع يا جدع. طب ما تقلع انت الاول. انا شخصيا مش هقلع. وانا كمان اهو بقول لكم ايه، هتقلعوا بالذوق ولا لا؟ مش هنقلع. واعلى ما في خلق الكرب. ايه يا عسل انت حتى انك عسل على طول كده؟ ما تفتح مخك معانا. لازم يعني حكايه القلع ما نمشيها ملكي ولا ايه اللون؟ حاضر يا باشا. تمام يا فندم، مع السلامه يا سعاده الباشا. يا شويش مطراوي، شويش مطراوي. تمام يا فندم. تاخد بعضك دلوقتي وتروح اداره الرسم والتصوير تقول لهم على اوصاف المتهم العوي عشان ما عندناش صور له. حاضر يا فندم. ما تدبدب ليش. حاضر يا فندم. بعد كده تسلم نفسك مكتب عشان السيد وكيل النيابه هيحقق معاك. يا بخت الاسود بقى، بعد ما كنت شويش ومترشح ابقى باش شويش يجور عليا الزمن ويتحقق معايا زي المجرمين وارباب السوابق. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اللي كنت السبب. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اللي كنت. اتحرك يا شويش. ربنا يشفي. ايه مش حوتونا اخر الخط بقى عند الكافور بتاع الحريم؟ يا عم انا مش عرفه. مش عرفك ازاي؟ حمى وحموني. ما هو دور الحريم بقى، ما احنا نضيفنا اهو. يا عم بتكلمني انا ليه؟ هو انا اللي جبتك؟ غريبه، ما تروح تسال اللي جابك. سبحان الله بطبعك يا اخي. الكلام بيلي شريك مؤمن ابدا. وبيل ريقك ليه؟ قالوا لك عليا ان انا ساقه. لو كان ريقك ناشف يلا الحوض اهو. يلا يا اخوان، يلا يا اخوان من الكلوب، يلا. ايه؟ هتودينا في الكلوب بتاع الحريم؟ لا هتروح عنبر تسعه يا حلو. ايه عنبر تسعه دي؟ طب ايه رايك بقى مش بتاعك عملنا اهو؟ يا جدع مش كده. لا يمه بلاش بقى اللي جاءنا وفتحت الصدر دي، لحسن يطرقع بصوابعه كلاب شلاونا وهيتلموا علينا. ان شاء الله هرقع على حاجه حتى من صوابعه. ايه؟ يعني في ايه؟ يعني ارجع البلد اقول لهم ايه؟ سلام ومن مرة في يوم يعني يبقى مش كفايه السلامة، تبقى السلامة ومرة في يوم واحد. لحد يبقى فانوية. يا بلدينا يا
بلاش تنشف دماغك وتحجر بالشكل ده. لا يلا ما تضيعش وقت. مش هقوم النوم. انا رايي تقوم لحسن يدوروا فيك الضرب ويشلفطوا لك خلقتك ويبززوا لك عينيك وتلاقي نفسك بتشحت قدام الطرق. قوم الله يهديك. قوم يا كوم. يا ترى عامله ايه دلوقتي يا غاليه؟ غاليه؟ الغاليه مين؟ مراتك؟ لا الجاموسه. الجاموسه؟ يا صباح الكنافه الشعر. لا ما فيهوش مكان. أمار يا مصر، يبقى الفاضي اللي جاي هيوقف ان شاء الله. يا سلام على النظام، مش زي عندنا في البلد كلنا نتكربس على بعضينا. انت فين؟ انت فين يا مسعد؟ انا جوعت، اكل لقمه؟ لا استناها احسن، هاكل لقمه صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. قول لي يا بنت تحت امرك يا حاج. الواد سيد ما جاش. ما جاش يا حاج. على فكره انا بعت عشان اشوف مرمطين غيره، للاسف لقيتهم كلهم مشغولين. طبعا يا سيدي معاهم حق، ما دام عرفوا سكه السفر للخارج. طب وبعدين يا حاج؟ ده احنا في حصه شغل دلوقت والعده الوسخه كتير. هات واحد من الجرسونات يقف على الحوض مؤقتا النهارده. مش هيرضوا يا حاج. يا سيدي بلغ الجرسون اللي هيوقف انه هياخد اليوميه دوب. خلاص تحت امرك يا حاج. مساء الخير يا فندم، طلباتك؟ جعان. تحت امرك يا فندم. عندي لحم محمر، لحم مشوي، كباب حله، سكالوب بانيه. تحب سيادتك رز بالقرص والكلاوي؟ تحب سيادتك اجيب لك خضار؟ دقيه باميه؟ لحمه، هات لي لحمه. تحت امرك يا فندم. كباب، لحم مشوي، ماكس جريل. هات كل اللي عندك. تحت امرك. تحب سيادتك سلطات؟ سلطه خضراء، سلطه بالمايونيز، بابا غنوج. هات لي سلطه لحمه. لحمه للاسف يا فندم مفيش سلطه لحمه. عموما اجيب لك سلطه خضراء. تحب تشرب حاجه مع الاكل؟ عصير لحمه. نعم يا فندم. شوربه يعني؟ تحت امرك. ثانيه واحده. سبعاوي استلم يا عم. ودول ايه الاخرين؟ رز وجاي لك لحد عندك. واشمعنى العنبر بتاعي في الاسبيتاليا كلها؟ الله. ها؟ مش كفايه القتيل اللي بعتولي من شويه؟ يا راجل دول باين عليهم اهاليهم متريشين قوي. الله، ده احنا اتحيلنا على الدكتور عشان يريحهم عندك. انت عرفت منين ان اهاليهم متريشين؟ بص في خلقتهم وانت تعرف. ده فيهم واحد ابوه عمده. شوف بقى العمده ده هيدفع كام بقشيش كل زياره. ايه دي؟ الراجل ده بيبص لنا كده ليه؟ معرفش. الظهر بيشب عليك ولا وقع منه قرش منسوح؟ اهلا اهلا بالغالي ابن الغالي. خش منك ليه؟ خش يالا. نورت المستشفى. خش. بس خلاص. اثبت يالا ما تبقاش خرع. ايه؟ انتوا هتعملوهم علينا ولا ايه؟ سبعاوي يا سبعاوي. في ايه يا شاوي؟ تعالى يا عم شوف الناس بتوع العنبر بتاعك. في ايه؟ في ايه منك ليه؟ عيال تخاف ما تختشيش. خش بقى برجلك اليمين قبل ما يهيجوا علينا تاني. كل حي على سريره، واللي هيسيب سريره انت عارفين ايه اللي هيحصل له. يا جبنه يا خوافين. اخس بتخافوا من الفوطه؟ طب صبركوا عليا وحياه الاخويه لاجيب لكم دست بشاكير. دست بشاكير محلاك يا جميل، مع صحبة من الوالد هدية وأهل النبوت. راح أغني وأموت. الله يا صباح الكنافة الشعر. دين دون دين دون دين دون دين دون. هو بيعمل إيه الراجل ده؟
انا مش راجل. صدقت صدقت انت فعلا مش راجل، انت سبع رجاله في بعض. امال انت ايه؟ انا ساعه. ساعه؟ ايوه ساعه الحيط. الساعه دلوقتي كام يا ساعه؟ الساعه الان الثالثه وعشر دقائق وثلاثة وعشرون ثانية. يا كذاب يا كذاب، لو اني ما معيش ساعة، انما دلوقتي الساعة تلاتة وتلت، واخصم منهم ربع ساعة. انا مأخر، محدش يكلمني. دن دن اظبطني. نعم اظبطني. لا ده انت عايز تتمسح مش تتظبط. اظبطني. ايوه اظبطك على توقيت جرينتش ولا التوقيت المحلي لمدينة الزفتة. يا عم اخفى اخفى. دن دن. بقولك ايه؟ قال لما مراتي مسعيده هتقابل ساعه حريمي زي الراجل ده. يمكن تقابل منبه هي ونصيبها بقى. هاي يا هاي. ايه ده؟ على كل اوي حي. روح الله يوجع بطن ابوك، طلعت على جتة البلد. يا جدع اثبت بقى وامسك اعصابك شويه، احنا في موقف ما نحسيتش عليه، خليك راجل. الله، هو اسمك كريم ايه؟ مسعد. مسعد مسعد حجازي، سنيه وه مركز منيا القمح زقازيق شرقيه. زقازيق. اهلا يا زقازيق. واسمك كريم ايه؟ العو. يما هو فين؟ هو فين ايه؟ الكلب اللي بيعوعو ده. كلب ايه يا ابني؟ مفيش كلاب ولا حاجه. مفيش ازاي؟ انا سامع ابو داني دول اللي هياكلهم الدود. يا جدع افهم، انا اللي اسمي العو. الله. عو. مش مصدق انت؟ لا. بص. العو العو. يا يما. العو العو يا يما. العو العو يا يما. صدقت بقى يا عم ان انا مشهور هنا؟ لا اله الا الله. وده من ايه؟ ايوه اكيد الست الوالده ما كانش بيعيش لها عيال. لا يا خالتي بامبا، مش ده السبب برضه. ايه امال سميتك كده ليه؟ كانت عارفه ان شكلك هيبقى كده. الله، ياد اسميتي، هو حد في الدنيا بيختار اسمه؟ لو كان اي حد من الدنيا بيختار اسمه اللي بيتقال، كان كل جحش في البلد دي سمى نفسه غزال. بص بص. الراجل زميلنا اللي كان معانا في الميكروباص. ايه؟ يا خرابي، ده مات. مات؟ تصدق ان هو لسه ميت؟ لا الحمد لله. ايه شغال الحمد لله. بص بص واقف كده ليه سيدي؟ بيحرس النور. ازاي يعني؟ هو متهيأله انه لو نزل وساب اللمضه النور هيتقطع عن اذنك. هتعمل ايه؟ حرام نسيب الراجل متعذب كده، هننزله. يا نهار قمر، يعني تسيبه يسيب النور وينزل يقعد في الضلمه لوحده مع العو؟ ما تسيبه. اه وانت خاسس عليك ايه؟ ما انت ما بتدفعش في فلوس النور. بتعمل ايه يا بلدين؟ شايفني ماسك سنارة في ايدي، هكون بعمل ايه يعني؟ بصطاد طبعا، يعني بشغل تريكو. هو معقول واحد عاقل يصطاد سمك في طبق؟ يعني هو كان في ميه في الطبق عشان يبقى فيه سمك يا ابو جهل؟ انا ابو جهل يا ابو جلامبو. السمك الكبير، السمك الكبير بياكل السمك الصغير. عارفين ليه؟ عشان جعان. يا ريت يا ريت، عشان خايف لا يكبر ياكله. يا سلام على الروقان اللي انت فيه. ايه يا عم الحلاوه دي؟ يلا بينا يلا، لحسن يروح يشتكينا ويقول ان احنا سرقنا منه السمك. هشتكينا فين؟ جرايه يا مسعد، يشتكينا في عالم البحار طبعا. بونسوار ميزانفا. قال لك ميزانفا، كلم يا بتاع الزقازيق. تشتري لوحه؟ ايه؟ تابلو؟ اه كلاسيك؟ ايه؟ بورتريه؟ ايوه عرفته. عرفت ايه؟ البورتريه دي جنب بورسعيد عدل. يا عم تليه ايه؟ احنا هنمشيها محافظات. تحب تشوفوا ناموسك؟ سنبول يعني. سنبول؟ نشوف احنا يعني هيخص علينا ايه؟ تعال يا زينهم.
ده سمبول يابا، ده شيليان. سمبول ايه؟ ده بورتري. بورتري؟ بيقولك بورتري وهو شكل ضلاب الفضية بتاع المرحوم امي. وريهم يا سيدهم. نوريهم ايه؟ اوريهم ايه؟ نوم العازب ولا عجين الفلاحة؟ ما بيعيدش نفسه، ما بيعيدش نفسه، ما بيعيدش نفسه يا ناس، ما بيعيدش نفسه، ما بيعيدش نفسه. ايه دي؟ مش ممكن ده يكون اخر الخط ابدا. لا يا مصعد، مش اخر الخط، ده اخر الدنيا وانت صادق. يا خرابي، ده نار الداخلية ولا جنة العباسية؟ بس انا برضو هتصرف. سمعين؟ يا جوبنا، وعرفت البعبع بتاعكم. اهي خلصت يا عم، ادعي لي بقى. والله انا قلبي مش مطمن ابو سريع. ليه يا شو؟ التلات مجانين اللي هربوا جبنا بدالهم، والدكتور نبطش مضى على استلامهم. طيب وتفتكر هم هيسكتوا؟ هم مين؟ التلاتة اللي احنا جبناهم. والله بقى دي مش مشكلتنا. هم مشكلة مين؟ دي مشكلة الاسبيتاليا وادارتها ودكاترتها. الله، احنا مالنا يابا؟ احنا عبد المأمور. طيب طب وافرض هرش الملعوب؟ هيرشوها ازاي؟ الا بقى اذا انت بقيت عدو نفسك وتكلمت. معقول يا ابو سريع؟ معقول انا اخرب بيتي بنفسي واخلي لساني يوديني في 60 داهية؟ لا يا حبيبي، الدور والباقي عليك انت اللي مالكش امان. انا؟ لا يا حبيبي، طول ما انت مفتح مخك معايا انا لساني مش هيتحرك من جوه حنكي. انما بقى لو قلت اصلك معايا وعملت كده ولا كده ما تاخذنيش بقى يعني. وانا عمري عملتها معاك يا سريعة؟ لحد دلوقتي لا، انما يا حبيبي دوام الحال من المحال. طيب مسير الايام تثبت لك. طيب بقى على ما تثبت لي الايام تعالى معايا بينا اوصلك يا حبيبي. يلا بينا. يلا اخوي. يا ولاد الابلسة، حدفتونا هنا ومروحين؟ دي القعده بينها هتحلو قوي قوي، بس معلش في الوقت المناسب طالع لك يا كروشه، طالع لك يا جمالات، يا صباح الكنافه الشعر. حسب ولا اقولكم